كرم يسدد لك الكرة خارج أرضية الملعب. لاحظ هذه الكرة اللي يعني في العارضة الهندية كانت كرة هدف حصلت أكرم على الكرة الماضية. كرة فيها ركلة مرمى. سلامات إن شاء الله لأكرم. سلامات لأكرم عفيف اللي واقع على أرضية الملعب الآن. إن شاء الله بالسلامة. هذه كرة الهدف الوحيد المسجل في المباراة من نقطة الجزاء لأكرم عفيف. لكن إن شاء الله أن ما تكون في إصابة. إن شاء الله ما تكون في إصابة لأكرم عفيف. شيء بسيط خفيف. خارج أرضية الملعب. سلامات. هذه الكرة لاحظ الالتواء اللي صار في قدم أكرم عفيف بعد تسديدة للكرة الماضية. لكن إن شاء الله يكون شيء في مصلحة العنابي. ركلة ركنية حاضر العنابي. تلعب قصيرة إلى جاسم الجلابي. يلعب في منطقة الجزاء. تبعد من الدفاعات الهندية. ليس لها بعيد. تعود. الله. وما زالت قائمة عن نبيه. لكن الله الله على تسديدة صلاح اليهري. صاروخ صاروخ بإسارة. لم ترد إلا العارضة. وللمرة الثانية العارضة تتدخل ضد العنابي في إنقاذ مرمى المنتخب الهندي من جديد. هذه المرة من أمام صلاح اليهري. وحدة بإسارة جميلة جميلة جدا. تعود للعنابي. جاسم الشمري البديل. كرة مقطوعة للمنتخب الهندي من جديد في الجبهة اليمنى. ديوري الآن. ديوري كرة أيضا خارج أرضية. لاحظ الكرة الماضية صلاح. واحدة جميلة 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 جدا مع حارس المرمى. لكن ولا شافة ولا شافة. هذه ما ردتها إلا العارضة الهندية. والله لو دشت جول كان راح تكون يا صلاح ربما من أفضل أهدافك في مسيرتك. لاعب نادي معذر وظهير أيسر العنابي يطلق لكرة بإسارة جميلة جدا لكنها ترتد من عارضة المنتخب الهندي. وللمرة الثانية العارضة تتدخل في هذا المنتخب الهندي من أمام العنابي. تعود من جديد صلاح اليهري. يلعب كرة أمنية لكن تخرج جبهة الملعب. تصبح رمية تماس الآن لمصلحة المنتخب الهندي. رمي تماس حاضر الآن لمصلحة المنتخب الهندي. عرضية ملعوبة لكنها بعيدة طائشة خارج أرضية الملعب. تصبح ركلة مرمى لمصلحة المنتخب. في الجبهة اليمنى لمصلحة العنابي. يرسل كرة سليمة سليمة. جاسم روح يا جاسم روح يا جاسم جاسم. تسديدة طائشة خارج أرضية الملعب تصطد بدفاعات المنتخب الهندي. تصبح ركلة ركنية حاضرة لمصلحة العنابي. أحمد السعدي برافو في التمريرة الماضية لجاسم الجلابي. جاسم سدد كرته لكن اصطدت بالمدافع وإلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية عنابية تأتي من جديد. في منطقة الجزاء هذه رأسية ملعوبة تبعد من الدفاع أيضا. تصل في الجبهة اليسرى الآن للمنتخب الهندي. فياس اللاعب البديل اللي نزل في الشوط الثاني. فياس الكرة الماضية خارج أرضية الملعب.
فيها رمي التماس تأتي جاسم محمد في وسط الملعب. عبد الله الأحرق يلعب كرة أمامية أطول من اللازم من عبد الله الأحرق خارج أرضية الملعب فيها ركلة مرمى تأتي كرة المنتخب الهندي الآن تطير في الجبهة اليسرى البديل فاس فياس فياس يتقدم يتوغل لكن برافو إبعادات الدفاعات العنابية في اللقطة الماضية تعود من جديد في الجبهة اليسرى جيرمين بريت كرة عرضية ملعوبة لكنها خارج أرضية الملعب تصبح رمي التماس الآن لمصلحة المنتخب الهندي الذي بدأ يتقدم وبدأ يهاجم كرة عنابية أمامية ملعوبة خارج أرضية الملعب لكن المباراة تشير إلى أنها تصبح رمي التماس لمصلحة العنابي بالمناسبة العنابي في التصفيات الماضية للشباب المؤهلة نهائيات كأس آسيا تواجد في مجموعة بوتان والأردن والبحرين والكويت وطاجكستان الآن هذه المجموعة العنبي كصدر اللي هي المجموعة كانت أقوى من المجموعة الحالية انتصار على بوتان بثلاثية نظيفة ثم تعادل مع الأردن بدون أهداف فانتصار على البحرين بثلاثية نظيفة وانتصار على الكويت بهدف مقابل شيء وخسارة أمام طاجكستان في النهاية بعد أن ضمن التأهل العنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموعة كان فيها أربع منتخبات عربية الآن مجموعة العنابي هو المنتخب العربي الوحيد فقط في هذه المجموعة طبعا يومها تأهل ووصل إلى النهائيات الآسيوية العنابي في 2012 البطولة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة تواجد في مجموعة استراليا السعودية وسوريا خسر من استراليا بهدف مقابل شيء ثم خسارة من السعودية بأربعة أهداف مقابل هدفين وانتصار أخير بعد أن ودع العنابي أمام سوريا بهدفين مقابل هدف ودع للدوري المجموعات نحن الآن في هذه التصفيات نبحث عن الوصول وبعد ذلك الحديث عن النهائيات بحول الله وعلا تدخل الماضي كرة فيها خطأ الدفع الماضي لمصلحة المنتخب الهندي تدخل عبد العزيز محمود وقرار حكم المباراة بوجود خطأ لمصلحة المنتخب الهندي في وسط الملعب عاصم عمر يمرر إلى ناصر إبراهيم يتقدم ناصر يبحث عن زميل يمرر في الجبهة اليمنى تصل لي أحمد السعدي أحمد ممكن يمر واحد على واحد مهاري يعيد إلى ناصر إبراهيم ناصر يا السلام حلوة التسديدة حلوة التسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن في المكان اللي يقف فيه حارس المرمى ويشال كيت تعود للمنتخب الهندي جيرمين بريت يلعب كرة في أمام منطقة الجزاء هذا العنابي في مناطق أمامية عنابي ملعوبة أحمد سعدي باتجاه الجلابي هذه خطيرة ثانية الجلابي لا 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 استلام الجلابي في الكرة الماضية ولكن برافو للدفاع الهندي أيضا التغطية المثالية محمد ساجد يبعد الكرة من أمام الجلابي في توقيت مثالي يبعدها إلى خارج أرضية الملعب كان على وشك الانفراد جاسم الجلابي وسلامات إن شاء الله واقع على أرضية الملعب جاسم الآن